دلوقتي نرجع لدينا مره تانية عشان تقول لنا اخبار الطقس لكن بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا جمانة. ودلوقتي فعلا جه دلوقتي ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان الطقس هيكون مائل الحراره بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الدفء على السواحل الشماليه الغربيه، دافئ على السواحل الشماليه الشرقيه وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء. وتفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خاصه ان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره من امبارح. بالفعل اليوم مكملين في ارتفاع درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فمرتفعه في درجات حرارتها بشكل كبير، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فده عامل يساعدنا في احساسنا بارتفاع درجات الحراره والاجواء المائله للحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، ايضا جنوب سيناء وشمال الصعيد، اجواء دافيه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، حر على جنوب الصعيد خلال فتره النهار. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ ساعات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر، وبيكون فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 12 وال 13 درجه مئويه للقاهره الكبرى. اجواء فتره الليل هتظل اجواء شتويه بارده على اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ان اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وكانت كثيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المحافظات الوجه البحري، فالطرق المؤديه من والى السواحل الشماليه الغربيه للبلاد ومحافظات الوجه البحري عليها الان شبوره مائيه كثيفه، فناخد بالنا، لازم تكون القياده بهدوء تام. ان شاء الله ساعه ساعتين بالكثير وتبدا الشبوره المائيه في التلاشي نهائيا مع سطوع اشعه الشمس، تدريجيا الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي. متوقع ان شاء الله استمرار ارتفاع درجات الحراره غدا الاحد ان شاء الله، وكمان مع يوم الاثنين استمرار انخفاض ارتفاع درجات الحراره، لكن احنا متوقعين ان شاء الله مع مساء يوم الاثنين القادم تكون في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وده بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حاله من التقلبات الجويه بتبدا مساء الاثنين على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، ومع تقدم الوقت تبدا تتقدم لبعض المناطق الداخليه. التقلبات الجويه دي هل هتكون رمال، يعني رياح محمله بالرمال والاتربه، ولا هتكون رياح بارده؟ لا، هو طبعا اول حاجه هتكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هتكون معاه اتربه ورمال مثاره، وكمان هيكون في انخفاض في درجات الحراره، لان مع يوم الثلاث هتنخفض درجات الحراره انخفاض ملحوظ وتوصل 20 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فهيكون فرق بين الاثنين والثلاث حوالي 8 درجات، فهيكون في انخفاض كمان ملحوظ في درجات الحراره. زي ما قلنا نشاط الرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، هيكون كمان في فرص للامطار، يمكن الناس كلها بتقول فصل الشتاء انتهى ومفيش امطار، صح. لا، هيكون في امطار متفاوته الشده ما بين المتوسط والخفيف والخفيف من المتوسط على السواحل الشماليه الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من محافظه البحر الاحمر وسيناء، ففي اغلب المحافظات الشماليه هتشهد سقوط امطار متفاوت الشده، فاحنا لازم مهم جدا في الفتره دي نتابع النشره الجويه. اكيد الحاله الجويه هتستمر كمان معانا كام يوم، يعني حضرتك بتقولي ان شاء الله من الثلاث هتبدا، هتستمر كام يوم؟ هي تبدا مساء الاثنين تستمر معانا الثلاث، مع يوم الاربع هيبقى في الامطار لكن موجوده فقط على السواحل الشماليه، فتبدا الامطار تنحصر في السواحل الشماليه فقط، لكن انخفاض درجات الحراره هو اللي هيكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، ونبدا تاني نرجع للاجواء الشتويه الممطره وانخفاض في درجات الحراره. فاحنا مهم جدا في الفتره دي التقلبات الجويه حاده وسريعه، وبيحصل تغير في الحاله الجويه من يوم للتاني بين ارتفاع وانخفاض، فرص الحالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، فمهم جدا ناخد بالنا، لازم نتابع النشره الجويه، مهم جدا تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق. خليني بس في سؤال مهم جدا قبل ما نقول بعض النصائح الاخيره، الناس كلها بتسال ان شهر رمضان الكريم باذن الله كل سنه وحضرتك طيبه هيكون تزامنا مع بدايه فصل الربيع، الاجواء في اول اسبوع في رمضان هل في ارتفاع في درجات الحراره؟ الجو هيكون لطيف خاصه في الصيام يعني؟
هو طبعا كل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين بخير يا رب. هو طبعا احنا شهر رمضان هيبدا مع بدايه الربيع واحنا دايما متعودين ان بدايات الربيع دايما بتبقى لسه فيها سمات فصل الشتاء اللي بيكون فيها اعتدال في درجات الحراره، لان دايما النص الاول من فصل الربيع بياخد بعض سمات فصل الشتاء، لكن وارد يتخلل بعض الايام موجات ارتفاع في درجات الحراره زي اللي بنشهدها خلال هذه الايام، فبعض الايام هيكون فيها اعتدال ودرجات حراره حول المعدلات والاجواء الشتويه الى الاجواء الربيعيه مايله للاجواء الشتويه، لكن اكيد وارد يبقى في ارتفاع في درجات الحراره في بعض الايام، لكن ان شاء الله لما نقرب من شهر رمضان الكريم نبدا نعلم درجات الحراره بالظبط، لان طبعا الفتره دي بيحصل تغيرات وارد يحصل تغيرات في التنبؤات في اي وقت. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا، بشكرك شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 27 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 27 14، إسكندرية 25 15، العالمين الجديدة 24 13، مطروح 25 14، دمياط 26 13، بورسعيد 27 14، الإسماعيلية 27 13، السويس 26-13، العريش 26-13، كاترين 18-6، طابة 25-15، حلايب 25-15، شلاتين 26-14، شرم الشيخ 28-17، الغردقة 29-16، الفيوم 28-10، بني سويف 28-11، الوادي الجديد 29-12، أسيوط 29-11، سوهاج 29-13، قناة 30-13، الأقصر 31-15، وأخيرا أسوان 32-15. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، لكن ناخد بالنا أن من مساء يوم الاثنين القادم بإذن الله هيكون في انخفاض في درجات الحرارة مع وجود رياح محملة بالرمال والأتربة، وهيكون أيضا هناك أمطار على معظم محافظات الجمهورية، ناخد بالنا خلال الأيام اللي جاية. هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا.